مع استمرار التوترات والمواجهات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في القدس، قصفت طائرات حربية إسرائيلية مواقع لحركة حماس في غزة رداً على إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن طائراته الحربية قصفت موقعين لحركة حماس في غزة، أحدهما يستخدم لإنتاج محركات الصواريخ، وذلك رداً على ما قال أنه إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل. وأضاف البيان أن الدفاعات الجوية اعترضت 4 صواريخ أطلقتها حركة حماس باتجاه المناطق الإسرائيلية بعد ساعات على إطلاق صاروخ آخر ردت عليه إسرائيل بشن غارة جوية استهدفت موقعاً لحماس وسط غزة. بدورها أكدت حركة حماس أن طائرات إسرائيلية قصفت مواقع لها في القطاع، مشيرة إلى أن القصف أسفر عن أضرار مادية، وتعتبر الهجمات المتبادلة الأخيرة أكبر المواجهات بين الطرفين منذ الحرب الأخيرة على غزة العام الماضي. في سياق منفصل، منعت الشرطة الإسرائيلية مسيرة لمئات اليهود من اليمينيين كانت متجهة صوب باب العمود في القدس الشرقية، المدخل الرئيسي للحي الإسلامي في المدينة القديمة، بتوجيهات من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت لمحاولة لتهدئة التوترات التي تشهدها القدس خلال الفترة الأخيرة. وتصاعد التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين خلال شهر رمضان بعد اقتحام آلاف المستوطنين الإسرائيليين باحة المسجد الأقصى بحماية من الشرطة الإسرائيلية للاحتفال بعيد الفصح اليهودي، ما أدى لاشتباكات مع الفلسطينيين.